ثم يأتي ويستكمل هذه المسيرة رئيس الوزراء الحالي السيد السوداني، ويقول إنه يفتح إيميل خاص بالتأديب وما شابه، ونحن التقينا به في الشهر الثاني في السحر. وأتمنى رئيس الوزراء يسمعنا الآن. عندما التقينا بك أيها السيد السوداني وعدت أنه تفتح السجون للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ولكن دعني أقول لك للأسف الشديد يبدو أن كلام رئيس الوزراء لم يطبق. الصور بعض الضباط يقول يعني بنص الكلمة يقول ينجحها ويشرب مايها. فالسيد السوداني إذا كان رئيس الوزراء شنو اللي الحالي تنقعها اللي وتشرب هو مايها يعتبر سيد هرم علي؟ الدولة الأعلى لا يسمع كلامه وفق أحد المراتب الأمنية أثناء اللقاء بها. يعني قلت له إحنا التقينا برئيس وزراء، ورئيس وزراء أعطى يعني إشعار أنه سوف يكون هناك فسح المجال للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان حتى بالتالي يعني تقوم بعملها الإيجابي اللي هو تقويم عمل حقوق الإنسان. هذا الضابط يقول نقعه ويشرب مايه.